أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. نبدأ من صحيفة العربي الجديد ومقال الكاتب شفان إبراهيم حول الصراع بين أطراف العملية السياسية ومستقبلها منذ 20 سنة، والعراق على راهنه، كارتيلات للسلطة، سلاح منفلت، جماعات مسلحة تغير على الأخرى، حتى الأضرحة والمزارات الدينية تحولت إلى ساحات لتصفية الحسابات، نتائج انتخابية لا تعجب الخاسر، ويجري الحديث عن إعادة إجرائها، وكأن القضية ستنتهي بمجرد إقامة انتخابات جديدة. فما دامت الدولة مغيبة فلا أمل في أي نظام سياسي بما فيها لو فازت كتل سياسية جديدة كلياً. فاز الصدريون في الانتخابات، ثم انسحبوا من البرلمان وتوجهوا إلى الساحات والشوارع وحصار المنطقة الخضراء واقتحام البرلمان، ما يعني أن الطريق طويل جداً، فهم أيضاً جزء من نظام المحاصصة. وفي ظل فشل تشكيل الحكومة الجديدة، الصراع الحزب الشيعي الداخلي في أوجه، ولا بوادر لحل الأزمة، بل إن الإعلان عن دولة وجمهورية قوية يبدو مؤجلاً إلى حين بعيد، هذا إن لم يحصل انقلاب عسكري. يتجه الوضع العراقي صوب مزيد من التصعيد واحتمالية انفجاره في أي لحظة، وهذا ليس مستغرباً، فالانسداد السياسي متجذر في الفضاء السياسي العراقي العام بكل مناحيه، والأزمات بدأت منذ بداية تولي هذه النخبة السياسية السلطة، حيث سعى أول رئيس للحكومة المؤقتة إبراهيم الجعفري إلى البقاء ولاية ثانية، على الرغم من أن النواظم القانونية لم تكن تجيز له ذلك، علماً أن مهمته حددت بالتمهيد لإجراء انتخابات وأعضاء دائمين لمجلس النواب. وأمام إصراره على ولاية أخرى، جرى التوافق على نور المالكي لتولي الحكم، لتذهب الكتل السياسية للصراع على وزارتي الداخلية والدفاع، لتتعمق المحاصصة مع إحالة وزارة الداخلية للشيعة والدفاع للسنة. وزارة عادل عبد المهدي التي لم تكمل عامها الأول نتيجة اندلاع الاحتجاجات ضدها، ليجري الاتفاق على مصطفى الكاظمي الذي انتهت ولايته منذ إجراء الانتخابات في أكتوبر تشرين الأول، ثم لم يكتمل عقد الحكومة الجديدة 9 أشهر ولم تتفق الأطراف على انتشال العراق من دمائه. هذا هو العراق، صراع على الحكم وغياب للدولة وسيطرة للدولة الموازية، لوحة الخلافات التي لا تخرج في عمقها وصلبها من الصراع الداخلي والتدخل الخارجي، تعيدنا إلى البحث في وجود الدولة من عدمه بالمفهوم السياسي منذ بداية الشكل الجديد للعراق. فحين أسقط الأمريكيون عام 2003 النظام العراقي القائم منذ عام 1968، فرضوا نظاماً سياسياً بديلاً، لكن من دون إقامة دولة قوية وذات سيادة، حيث جرى حل مؤسساتها وخصوصاً الجيش والأجهزة الأمنية العراقية. ونبقى مع الكاتب شفان إبراهيم، حيث يقول إنه تم تشكيل مجلس حكم بعد الاحتلال الأمريكي للعراق، وهو في صلبه لم يخرج عن نظام المحاصصة، فأنهى الدولة من جذرها وحل عوضا عنها نظام المكونات وصراعاتها. وفي ظل لا وجود للدولة، استغل النظام السياسي لمبدأ تسمين الفرق والأحزاب المذهبية لقوتها ومناطق نفوذها على حساب العراق وهيبته والعراقيين ومصالحهم. وتاليا أصبح العراق كمفهوم دولة يشبه شبكات العالم الافتراضي، حيث يوجد اسم دولة العراق لكنها كانت ساحة تصفية حسابات بين مختلف الفرقاء الحزبيين. ويمكن القول أن أول حقل ألغام زرع في العراق ولا يزال العراقيون يدفعون ثمنه هو مجلس الحكم المتشكل على أساس غير رصين. فإذا كانت المقدمات كارثية، فكيف والحال والنتائج إذن؟ ومنذ 20 سنة لا تزال الدولة مغيبة ويجري تقزيمها في كل محطة سياسية، ويستمر نظام المحاصصة الطائفية بعدم السماح للعراق دولة أن تنهض. في ظل استمرار طبقة النخب السياسية التي حولت السلطة إلى إقطاعيات ومزارع خاصة لها، تمكنت في إجهاض مفهوم الدولة العراقية وتمكنت من تميع الانتخابات وإفشالها، وهي التي تمثل التطبيق والفاعل الأبرز للديمقراطية، إلى درجة أن
أي كتلة سياسية منهزمة لا تحتاج سوى للسلاح المنفلت ليكون بمقدورها إيقاف العملية السياسية، وتالياً التمثيل والعدالة اللذان يأتيان عبر صناديق الاقتراع في العراق، أوجدا أسوأ أنواع النمطيات ورسخا أخطر نماذج التوافق، لأن أحجام القوة لا تقاس على أساس عدد المقاعد البرلمانية بل بحجم السلاح وحجم السلطة الموازية للسلطة وموازين القوة على الأرض. لذا لن يغير نجاح أي طرف في تشكيل الحكومة من معادلة الحكم في العراق، والتكتل السياسي الموجود هو تحالف طائفي مع القوميات، أي سني زائد شيعي زائد كردي، وهي صورة طبق الأصل لدى الطرفين. الإطار التنسيقي مقتضى الصدر، أي أنه صراع على السيطرة والنفوذ وتنفيذ مشاريع تختلف في جوهرها وأهدافها. إعادة الانتخابات ليست سوى إعادة إنتاج الخطاب نفسه، وربما الجديد الوحيد أن يكون بألسن جديدة، فلا بوادر لتغيير عقلية إدارة البلاد. فالدولة مهمشة وضائعة، وحتى لو جرت إعادة الانتخابات فالقضية لا تحل بالتوافق على الرئاسات الثلاث، فالأزمة العميقة للعملية السياسية القائمة على المحاصصة الطائفية هي أبرز حواضن الفشل والفساد. ومع استحالة إلغاء ذلك النظام بسبب حملة السلاح لدى كل طرف وطبيعة الدستور الموجود وحقوق المكونات والتعددية القومية في العراق، ربما حان الوقت للإتيان بنظام سياسي وشكل جديد للدولة، فهذا خيار أنجع أمام تهاوي مسارات الحفاظ على الدستور والسلم الأهلي. يقول الكاتب فارس الخطافي مقالا نشره موقع مركز رسام للدراسات: منذ أكثر من 3 عقود والشعب العراقي تحت ضغط دولي وأقليمي محلي هائل، ممنهج ومدروس كانت وما زالت غايته الأولى تجهيل هذا الشعب وشغله بما يبعده عن دائرة الوعي المطلوب لتفويت الفرصة على أداء العراق والعراقيين بتمرير مخططاتهم الشيطانية وفي تفتيت وحدته ووحدة أراضيه. إن ارتفاع معدلات الوعي لدى العراقيين جعل العملية السياسية في حالة تراجع مستمر، وتمكن العراقيون الذين ثارت حماستهم وكسر حاجز الخوف لديهم بفضل تضحيات أبنائهم من الشباب، تمكنوا من الخروج بشكل جمعي في بغداد وفي جميع محافظات العراق ليعلنوا رفضهم لهذه العملية وأقطابها، وكذلك للوجود الإيراني وكل أطراف الاحتلال للعراق. فمنذ صدور أولى العقوبات وأشدها على العراق عبر بوابة مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية إبان دخول الكويت عام 90 و 900 والعراقيون في حصار مقيت، ليس فيما يخص الغذاء والدواء والسلاح والتكنولوجيا فقط، بل حتى في مجالات العلاقات الإنسانية والعلمية والثقافية والإعلامية. وكان الهدف دائما تكوين رأي عام معادي للنظام الحكمي في العراق، أو على أقل تقدير رافض لاستمراره. وهذا وحده احتاج أكثر من 13 عاماً كي يخفضوا درجة وعي بعض العراقيين إلى حدود اللامبالاة تجاه العدوان الثلاثيني ومن ثم الاحتلال الأمريكي لبلادهم عام 2003. وبعد الاحتلال الأمريكي البريطاني ثم الإيراني للعراق، عاد بعض الوعي لثلة من المجاهدين المؤمنين بحتمية مقاومة قوات الاحتلال، وبدأ الصراع متعدد الأوجه وغير المتكافئ بين قوى المقاومة وكل قوى الشر التي احتلت العراق. لقد عبثت الولايات المتحدة بشكل وتفاصيل المؤسسات العراقية التي كانت تدير البلاد منذ عقود من الزمن، وكان الهدف دائما تشويه وتطبيب وإرباك صورة العراق عند العراقيين لكي يتم تشكيل النظام الجديد المشكل داخل أروقة وزارة الدفاع والمخابرات المركزية الأمريكية من قبل الغزو بسنوات. فكان مجلس الحكم الذي مثل أنموذجا صارخا للمحاصصة الطائفية، فالدستور المشوه ثم الانتخابات المزورة التي مكنت وأوجدت مجموعة من الذين فقدوا كل قيم الشرف الوطني ليديروا عملية سياسية كان هدفها الأساس وما زال تمكين إيران من بسط نفوذها على العراق، ثم جعل العراق قاعدة انطلاق لتصدير الثورة الإيرانية لدول الجوار العربي على وجه الخصوص. بات مسؤولون إيرانيون يتحدثون بصورة أكثر عن تخصيب اليورانيوم لمستويات قريبة من صناعة السلاح النووي، وتقول وكالة أسوشيتد بريس أن هذه التصريحات المثيرة قد تكون محاولة منهم للحصول على مزيد من التنازلات خلال المفاوضات مع الولايات المتحدة دون التخطيط فعلا للسعي وراء القنبلة. ونقلت عن محللين أن إيران قريبة من أن تصل إلى نقطة مثل ما فعلت كوريا الشمالية قبل نحو 20 عاما، حيث قررت أن الحصول على السلاح النووي
يفوق أي عقوبات دولية أخرى. وأضافت الوكالة أن هذا كله يمكن أن يوضع على المحك الخميس، حيث تعقد قمة مبكرة بين إيران والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في فيينا، فيما يبدو أنها محاولة أخيرة لإحياء الاتفاق النووي. مستشار المرشد الأعلى الإيراني كمال خرازي قال في وقت سابق من الشهر الماضي إن إيران تمكنت في غضون أيام قليلة من تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، ويمكنها بسهولة إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 90%، وهي العتبة اللازمة لصنع القنبلة النووية. بعدها كتب عطاء الله مهاجراني وزير الثقافة في عهد الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي مقالاً في صحيفة اعتماد الإيرانية اليومية، قال فيه إن إعلان خرازي المتعلق بصنع سلاح نووي قدم درساً أخلاقياً لإسرائيل ورئيس الأمريكي جو بايدن. ووفقاً لآخر الأرقام الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمتلك إيران مخزوناً من اليورانيوم المخصب يصل لنحو 3800 كيلوغرام، وما يثير القلق وفقاً للخبراء هو أن إيران تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60%، وهو المستوى الذي لم تصل إليه من قبل، وبالتالي لم يعد يفصلها عن عتبة 90% سوى خطوة فنية صغيرة. ويحذر هؤلاء الخبراء من أن إيران لديها ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% لإعادة معالجته وتحويله إلى وقود لصنع قنبلة نووية واحدة في الأقل. نشرت مجلة فورم بوليسي الأمريكية تقريراً تحدثت فيه عن سياسات صربيا المتهورة، وقد أصبحت علاقتها مع كوسوفو على حافة الهاوية في الوقت الذي تقترب فيه من موسكو وتواصل الاحتكاك مع بروكسل. وقالت المجلة في تقريرها أن تصاعد التوترات بين دول البلقان في كوسوفو وصربيا أثار مخاوف من وقوع أعمال عنف خطيرة ورد فعل قوي من بعثة حفظ السلام التي يقودها الناتو في بريشتينا عاصمة كوسوفو. وتضيف المجلة أن السبب الرئيسي للمشكلة يتمثل في الخلاف القائم بين البلدين بشأن الإجراءات المتبادلة التي أعلنتها كوسوفو فيما يتعلق بلوحات الترخيص وبطاقات الهوية، وهي خطوات تعتبرها كل من صربيا والصرب الذين يعيشون في كوسوفو استفزازاً لأنهم لا يعترفون أصلاً بسيادة كوسوفو. ساهم تدخل السفير الأمريكي في كوسوفو جيف هوفينيه الذي نجح في الضغط من أجل أن تقوم بريشتينا بتأجيل الإجراءات لمدة 30 يوماً لتسوية أي سوء تفاهم في تهدئة الوضع، ولكن الحادث أثار القلق في جميع أنحاء عواصم الغربية الحساسة لتهديدات العنف الإقليمي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا المجاورة في أواخر شباط فبراير. وفي خطابه الذي ألقاه يوم الأحد، لفت حديث فوسيتس الحاد الانتباه مجدداً إلى موقف صربيا الغريب من الحرب الروسية، حيث اتهم الزعيم الصربي كوسوفو باستغلال محنة أوكرانيا لتلبية مصالحها، وجعل في نفسه نسخة مقلدة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن زعيم كوسوفو نسخة مصغرة من رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي. وأشارت المجلة إلى أن صربيا لا تزال تسعى للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، ولكن بلغراد تنظر إلى الغرب والجنوب والشرق وترى العثرات في كل مكان. ومن جهته يريد الاتحاد الأوروبي أن تعترف صربيا بدولة كوسوفو، وهو أمر محظور في بلغراد. وقد سبق أن سخر فوسيتش من المستشار الألماني أولاف شولز عندما زار صربيا في أيار يونيو بسبب تعليقاته فيما يتعلق باعتراف صربيا بكوسوفو. وفي نهاية التقرير تؤكد المجلة أن إنذار يوم الأحد كان بمنزلة تذكير لبروكسل بأن اعتراف الصرب بكوسوفو لا يزال بعيد المنال، وأن قبضة روسيا في المنطقة لم تختف بعد، كما أنه يسلط الضوء على الآثار المتتالية للعدوان الروسي، حيث يقسم دول الاتحاد الأوروبي بين تلك المتمردة أو تلك التي ستنضم إلى صفوفها عن إجماع بروكسل. تساءل الصحيفة الجاردن البريطانية في تقرير لها عن فرضية اندلاع نزاع عسكري في ظل التوتر الحالي بين الصين والولايات المتحدة عقب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لجزيرة تايوان والتي تعتبرها الصين جزءا منها. وقالت الصحيفة في تقرير للكاتبة جوردن بيزلي إن الصين كشفت عن مناورات عسكرية غير مسبوقة قرب تايوان،
في أثناء زيارة بيلوسي لها، مما عزز المخاوف حول الوضع العسكري في مضيق تايوان. وأكدت وزارة الدفاع التايوانية أن التدريبات العسكرية الصينية تعد بمنزلة حصار جوي وبحري على الجزيرة. ونقل التقرير عن بليك هيرزينجر الخبير في سياسة الدفاع في منطقة المحيطين الهندي والهادي قوله إن هذا وصف كبير بالنظر إلى أن الحصار عمل حرب قانوني. تعرضت تايوان هذا الأسبوع أيضاً لسلسلة من الهجمات الإلكترونية، على الرغم من أنه لم يتضح بعد من المسؤول عنها. كما أوقفت الصين الشريك التجاري الأكبر لتايوان عدداً من الواردات من الجزيرة. وأكد التقرير أن التدريبات بالذخيرة الحية هي اختبار لقدرة الجيش على أداء المهام في ظل ظروف تشبه إلى حد كبير الحرب الفعلية. ويتفق الخبراء على أنه لا الولايات المتحدة ولا الصين لديهما الرغبة في تصعيد التوتر إلى الحرب. وقالت جوستين باسي المدير التنفيذي لمعهد السياسة الاستراتيجية الأسترالي إنه من المحتمل أن يتم تحديد التدريبات العسكرية الصينية لتجنب التصعيد من الولايات المتحدة. ومن جانبه أوضح هيرزينجر أن الولايات المتحدة كانت حريصة للغاية على عدم التعبير عن دعمها لاستقلال تايوان، بالنظر من أن هذا هو الخط الأحمر للصين. وقالت أماندا هيسياو كبيرة المحللين لشؤون الصين في مجموعة الأزمات، وقالت جينيفر هسو الزميلة البحثية في معهد لوي الأسترالي عندما يتعلق الأمر بزيارة بيلوسي فقد تكون هذه فرصة لشي جين بينغ لتحويل العدسة بعيدا عن القضايا المحلية والتركيز على الخارج كطريقة لتشتيت الانتباه. وفقاً لجايد جوان الخبير في السياسة الخارجية للصين في جامعة ديكن، فمن المحتمل أيضاً أن تتأثر تصرفات تشي في الظهور بمظهر قوي في تايوان وضد الولايات المتحدة بالمؤتمر الوطني 20 القادم، وهو اجتماع يعقد كل 5 سنوات للإعلان عن تغييرات رئيسية في القيادة. يروي المعرض السعودي على خطى الرسول للجمهور المحلي والعالمي هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، إحدى أكبر الأحداث المفصلية في تاريخ الإسلام، مستخدماً التصوير التمثيلي والأعمال الفنية المعاصرة. وتقتفي هذه الأعمال الفنية المعروضة في متحف إثراء في مدينة الظهران رحلة الكيلومترات 400 التي قطعها النبي محمد في الصحراء في 8 أيام بعد اشتداد الاضطهاد الوثني في مكة قبل 1444 عاما. وافتتح المعرض للجمهور هذا الأسبوع وسيبقى لمدة 9 أشهر في المتحف الذي بنته شركة أرامكو النفطية العملاقة المملوكة للدولة، وسيكون بشكل أساسي في مدينة الظهران شرقي البلاد قبل انتقاله في جولة داخل البلاد ثم في الخارج مع وجهات محتملة في آسيا وأوروبا. ويقول الباحث السعودي عبد الله حسين القاضي الذي قطع طريق الهجرة بنفسه 60 مرة إن معظم المسلمين يعرفون الخطوط العريضة لقصة الهجرة، إلا أنها لم تعرض يوماً بهذه الطريقة المفصلة والشاملة، إذ يضم المعرض مختلف أنواع المقتنيات والوسائط من قطع أثرية تعود إلى قرون مضت إلى لقطات حديثة التقطتها طائرات مسيرة. والآن مشاهدينا إلى فقرة الكاريكاتير. نلقاكم على خير.